محمد الحوثي يعلن عن أول تحرك بعد دعوات علي البخيث للتطبيع مع إسرائيل. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف قيادي في صنعاء عن أول تحرك ضد دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني إسرائيل التي أطلقها السياسي علي البخيتي. وأعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر عن توجه لإصدار قوانين من مجلس النواب في اليمن لتجريم التطبيع وتجريم الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد الحوثي في تغريدة له: للتذكير، لا زلنا منتظرين التصويت على قانون تجريم التطبيع وتجريم الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مجلس النواب الموقر وحتى يتم ذلك. وكان السياسي وعضو مؤتمر الحوار السابق علي البخيتي ظهر في فيديو يكشف عن قبوله دعوة لزيارة إسرائيل منتصف شهر يونيو القادم. وقال البخيتي في الفيديو الذي طلع عليه يمن دايز أنه بصدد زيارة إلى إسرائيل ولقاء اليهود اليمنيين، ورفض ناشطون وإعلاميون وصحفيون في اليمن دعوات البخيتي مؤكدين أنهم يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرين إلى أن محاولة البخيتي تأتي في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني.